عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم العالم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد ثلاثه المقبلات دافيين وزوينين ديال هذا الموسم. هذا غادي نحتاجوا لهاد ثلاثه المقبلات. هادي غتقولوا لي الخبيزه، لا ماشي الخبيزه، هادي لي سيبينار اولا السبانخ. وخطاتو مع شويه المعدنوس، وسلقت السبانخ سلقتهم مع خمسة تومات ولا أربعة تومات، المهم اللي بغيتو نتوما على حسابكم نتوما شنو بغيتو، أربعة ولا خمسة تومات اللي بغيتو. وسلقت واحد 15 دقيقة ودرت عليها هنايا شوية المعدنوس هكا مقطر. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاجو الكمون، التحميرة، الملحة، البزار، وقزبر حبوب مطحون، وهنايا اللبي شوية باش متجيكمش حامضة بزاف، اللب شوية ديال الحامض مصير. هنايا واحد ربع كاس ديال، انا درت هنايا غير قبيطه، وربع كاس ديال زيت العود، من ضروري زيت العود يعني شي شيبه زوينه ولذيذه. وهنايا غادي نحتاجو نص حامضه حتى الاخر، حتى نطفيو عليها ان شاء الله تشحر لينا نطفيو عليها، وعاد غنزيدو واحد نص حامضه هكا غادي نعصروها. هادشي اللي كاين هنا. غادي نديرو الزيت هكذا، ممكن تشوفو هنايا سلقتهم وحيدت ليهم الجلوف ديالهم. غادي نرميو لي زيبيناغ ولا السبانخ، كيجيو لداد حتى هما، ولكن الفوائد يعني أكثر أكثر اللي في السبانخ، ماشي في الفوائد اكثر اللي في السبانخ ماشي في الخبيزه. حتى هي الخبيزه زوينه ولذيذه، ولكن الفوائد ديال السبانخ لذيذه وزوينه حتى هي. هنايا كنديروا واحد المعلقه ديال التحميره ولا معلقه تقريبا هكذا. غادي نديروا البزار شويه، ما نديروش بزاف البزار، اللي عندو هكا السودانية يديرها. كمون، شوية الملح، مسوش أننا غادي نديرو الحامض، منكتبوش الملح بزاف، شوية بحال هكا، ماشي هادشي بركة. سمحوا لي صوتي مغنغن شي شوية، راه ضاربني البرد، نتمنى الصوت يكون واضح. واحد هكا نص معلقة ولا معلقة بحال ديال القزبر الحبوب هكا مطحون صافي. هنايا غادي نخلط كلشي، نخلطو على هاد الشكل هذا. بعد ما غادي نخلطو غادي نغطو يتشحر مزيان، يعني حتى ينشف يتشحر لينا مزيان هاد التوابل، وكذلك سبانخ، وهادي تشحر لينا مزيان مزيان مزيان، وعاد حتى الاخر. وغادي نزيدو عليه، المهم هنايا دابا غنزيدو عليه هاد حتى هو يطيب، حتى هو يطيب مع هاد اللب ديال الحامض مصير، وحتى يطيب مزيان، عفوا حتى يتشحر مزيان 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 مزيان، عاد غنزيدو عليه هاد نص ديال عسل الحامض، نص نص وحده يا عسل الحامض، نعصو عليه حتى نطفيو عليه، هاد باش نعصو عليه ونتلاقاو مع مقبلة تانية. غادي نحتاجو مقبلة تانية، مقبلة تانية فيها القرنبيط أولا الشوفلوغ هكايا. خديت شوفلوغ فيها هادي كيلو، بغيتو قل على حسابكم نتوما خدو قل، ملي بغيتو أنا جبت فيها كيلو، سلقتو مع شوية الحامض شوية الملحة، سلقتو مزيان بحال هكا وماكتو، ماكتو بفورشيط، ماكتو مزيان كيف كتشوفو. غادي نحتاجو مع شوية الملحة، شوية د لبزار، شوية ديال ربع كاس ديال زيت العود، و معلقة ونص كبيرة ديال مركز الطماطم، أنا درتو شوية الما باش يطلق ليا شوية، والخل الأبيض. وحتى الأخير فاش نبغيو نطفيو عليه عاد شوية قزبر ومعدنوس نديرو هكا حتى الأخر. هنايا غادي نديرو الخل واحد شويه، ماشي بزاف، بركه
Là, on met des roches-fleurs. Attends. ما نساوش ان سالقينه في كاجا في ملح شويه صافي وغادي نخلطو بحال هكا كتشوفوا نبقاو نخلطو غادي ندوسو نشحرو فوق العافيه نشحرو نشحرو مزيان 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 حتى نحسو بشيفلوغ انه نشف من الماء غادي نبداو نحركو مع التحراك ما نزكاوش من التحراك باش ما يلصقش لينا هكا يتحرق حتى ينشف الشيفلوغ من الماء كنعاود ناكد حتى ينشف الشيفلوغ من الماء صافي وكيكون ديك الساعة واجد و تن نطفيو عليه نزيدو شوية القزبر و المعدنوس هادشي اللي كاين ندوزو المقبله الثالثه ان شاء الله جا المقبله الثالثه والاخيره فيها هذه ما تكونش دافيه ما تكونش فيها هكا بعدا كنحتاجوا فيها هذه المقبله الثالثه البروكولي اللي انا سلقته مع شويه ديال الملحه شويه ديال ورقه موزه هكا ما كيتسلقش بالحامض ماشي بحال يعني بحال شوفلوغ لا هذا غير شويه ديال الملحه فقط وورقه موزه نحتاجو زيت العود هكا وزيت الزيتون زيت المائده شوفوا بودره الثوم ما عندكمش بودره الثوم ديروا الثومه الثومه هكا محكوكه وحده حكوها نص حامضه ناخذ العصير ديالها شويه ديال القزبر والمعدنوس ملح وبزار ناخذو الصلصه نديرو معلقه كبيره ديال زيت الزيتون مع معلقه كبيره ديال زيت المائده شوفو غادي نديرو بودره ديال الثوم شويه فقط نص معلقه صغيره ديال بودره الثوم كي ما عندوش بودره الثوم اللي ديريه ثوم وحده هكا يحكى كنديروا هنايا شويه ديال الملح استوش ان راه سلقينو في الملح شويه البزار هاد البروكولي كيجي زوين بهاد الشرميله هادي كيجي زوين كيجي زوين من الورق هكدا و شتا عصير هكا هدا كامله هدا غادي نعصرها شوفوا عفوا هنايا غادي ناخذ واحد شويه ديال سبور ميتنوس وغادي ناخذ غادي نقطو في هاد الترقيده هادي واحد نص ربع ساعه ولا نص ساعه وقت ما ترقد قد ما مزيان ما ربع ساعه حتى نص ساعه اللي
بغيتي وصوره كنت زدت البيض فقط ربع ساعه وماشي مشكل. هادشي اللي كاين ندوزو الان يعني المقبلات اللي حضرت معاكم، ندوزو يعني الفقره النهائيه الشكل النهائي ديال هاد المقبلات هذا ان شاء الله اللي حضرت معاكم. شوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال ثلاثه المقبلات اللي حضرت معاكم اليوم. كما هنايا السبانخ او لي زيبينار زوقتها هنايا بالحامض المسير، قشور الحامض المسير و هكا الزيتون الحمر كيف كتشوفوا. وهنايا المقبله الثانيه اللي حضرت معكم ديال الشوفلور او القرنبيط، زوقتو هنايا بشويه ديال القزبر ومدنوس بهذا الشكل هذا. وهنايا البروكولي اللي حضرت معكم حتى هو كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا بالترميله ديالو، كيجي لذيذ وزوين ويعني مقبله ديال هذا الموسم هذا ومتواجدين الحمد لله. نتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وينالوا اعجابكم ان شاء الله. الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه وتضغطوا على جرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.